أكدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال بالفترة المقبلة وعدم اكتفاء ببناتها ميلا وإلا. أنا أكيد ما اكتفيت، بس ما اكتفيتي لسه؟ لا بعد ما اكتفيت. ممكن تالت؟ آه طبعاً ممكن تالت. ورابع؟ تالت هلا خلينا تالت. بس ممكن بقى يبقى ولد المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، مثل ما الله بيريد. يعني إذا إجت بنت بنبسط كتير، وإذا صبي كمان بنبسط كتير. تعليق نانسي كان ضمن إطلالتها مع الإعلامي عمرو أديب، وخلال الحلقة قدمت نانسي أغنيات كتيرة، ولكن تقديمها لأغنية حبيبي كده كلفت تكريمية منها لسلطان الطرب جورج والصوف كانت خطوة مميزة نالت استحسان كبير من قبل محبينا. حبيبي كده وهواه كده.